رجعنا لحضراتكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نبدأ جولتنا الصحفية في صحافة وفي انشطاط الصحف المصرية النهاردة. النهاردة في مجموعة من المنشطات، يمكن بنبدأها من جريدة الأهرام مباشرة عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع رئيس جهاز المخابرات الاستخبارات الفرنسي الخارجي، وبحضور الوزير عباس كامل كان اللقاء بيتناول أوجه التعاون المشترك والتعاون في التنسيق الأمني لتطوير مكافحة التطرف والإرهاب وتطوير جهود المكافحة على المستوى الدولي والإقليمي، وأيضا العلاقات الثنائية ما بين الدولتين. التعزيز التعاون الاستراتيجي ما بين مصر وفرنسا ليس وليد اليوم أو وليد اللحظة، ولكنه ممتد طبعا من سنوات كتير. ده اللي كشفه واللي أكده اللقاء بالأمس، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية التنسيق المنتظم في مجال التعاون الأمني والاستخباراتي بين مصر وفرنسا، وده في سبيل لتطوير جهود مكافحة الفكر الأيديولوجي المتطرف والعنف والإرهاب، وكمان تعظيم الضغوط على التنظيمات والجماعات الإرهابية. كمان تم التشديد على استعادة مؤسسات وأركان الدول اللي بتعاني من أزمات من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار بسائر المنطقة وتقويض الأخطار المحيطة بها. وده اللي دايما مصر بتتكلم عنه، وهو فكرة الدولة الوطنية في كل الدول الإقليمية. دايما مصر عقدتها ثابتة وراسخة واتجهتها ناحية الدولة الوطنية، الدولة القائمة بأركانها، لأنه لو لم تكن دولة هناك مش هيكون في تعاون على الإطلاق، أو لا يمكن التحدث مع أي من الجماعات الإرهابية. ده الخط الرئيسي للدولة المصرية اللي دائما وأبدا ما تحزو وتسير في هذا النهج. لكن خلونا نقرب أكتر ونستقبل تليفون من ضيفنا الكريم الدكتور الأستاذ جمال رائف، الكاتب والباحث في الشأن الدولي. أستاذ جمال، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. بنتكلم عن تعزيز التعاون الاستراتيجي ما بين مصر وفرنسا، وهو ممتد وله يعني روابط تاريخية كبيرة، والتعاون ليس في المجال الاستراتيجي ما بين مصر وفرنسا، لكن أيضا في تعاون ثقافي، في تعاون اقتصادي، في تعاون أمني، في تعاون عسكري، التعاون مع فرنسا مستمر. عايز أكلم حضرتك عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ورئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي، ويعني هذا اللقاء يعني أهميته في هذا التوقيت بالتحديد لمجابهة كل الأخطار وكل التحديات والتنسيق ما بين مصر وفرنسا. يمكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت، العلاقات المصريه الفرنسيه علاقات مميزه، ويعني ايضا بعد 30 يونيو شهدت زخم كبير جدا، والرئيس عبد الفتاح السيسي يعني دعم العلاقات المصريه الفرنسيه واصبحت متطوره على كافه الاصعده. راينا تطور على مستوى التفاهمات السياسيه والتقارب وجهات النظر حيال الكثير من القضايا الاقليميه زي القضيه الفلسطينيه، القضيه الليبيه، وايضا هناك يعني تفاهم وتقارب مهم جدا وتعاون اقتصادي على الصعيد التجاري والتبادل التجاري والاستثمارات الوافده من فرنسا الى مصر، والى ذلك ايضا على الشق الامني والعسكري هناك تنسيق وتعاون اكثر من رائع، وبنشهد نتائجه طوال الوقت سواء على صعيد التدريبات المشتركه او على صعيد التعاون العسكري والامني ما بين الدولتين. ايضا هذه الزياره في الحقيقه بتاتي امتدادا للتواصل المصري الفرنسي الذي حدث يعني فيما يتعلق بالتعاون في مجابهه الارهاب والفكر المتطرف. راينا الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهايه العام الماضي في باريس يتحدث عن اليات وكيفيه محاربه الارهاب والفكر المتطرف، وهناك يعني ترحيب كبير جدا من الجانب الفرنسي بالرؤيه المصريه التي في الحقيقه لم تكن رؤية على ورق فقط، ولكنها حققت نجاح على أرض الواقع. مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي استطاعت أن تجابه الإرهاب سواء على الأرض كمجابهة مسلحة أو حتى فكريا من خلال المجابهة الفكرية ودحر هذا الفكر المتطرف. وبالتالي التجربة المصرية رائدة، التجربة المصرية الجانب الفرنسي ينظر لها بعين الاعتبار، ولهذا طوال الوقت هناك تواصل في هذا المجال للاستعانة بالتجربة المصرية في التواصل مع الجانب الشرقي. فرنسا حينما تريد أن تتحدث لمسلمي العالم ولصوت الإسلام الوسطي دائما ما تتحدث من عبر المنبر المصري، لأن المنبر المصري بالفعل هو الأكثر عقلانية والأكثر وسطية والذي في الحقيقة يحقق مجابهة فعالة للأفكار المتطرفة. وبالتالي هذا التنسيق في مجال مجابهة الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب هو تواصل مستمر. زيارة الأمس ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الجهاز المخابرات الفرنسي هو إحدى محطات هذه المجابهة والتعاون المصري الفرنسي في هذا المجال. نعم
طيب على كل الأحوال يعني أرجو أن تبقى معي. التنسيق الثقافي أيضا ما بين الدولة المصرية والدولة الفرنسية هو مستمر، وطبعا هو ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، لأن فرنسا طبعا ليها باع طويل في الجانب الثقافي، وطبعا منظمة اليونسكو شاهدة على الحفاظ على التراث العالمي. على كل الأحوال أستاذ جمال أرجو أن تبقى معي. خلينا نروح لخبر تاني من جريدة الأخبار، وهنتكلم عن منشط رئيسي في جريدة الأخبار عن ترحيب مصر بعد 6 سنوات من الغياب والفوضى في الشقيقة ليبيا. أخيرا تم بعد 6 سنوات ثقة البرلمان في حكومة الدبيبة وأداء اليمين يوم الاثنين القادم في بنغازي. الخبر بيقول مصر ترحب بثقة البرلمان الليبي في حكومة الدبيبة وأداء اليمين يوم الاثنين القادم وخمس نساء في التشكيل. خليني أقول لحضراتكم أنه يعني بعد 6 سنوات وغياب حقيقي شكل الدولة بالشكل المطلوب وبشكل الدولة اللي المفروض بيتم التعامل به، لأول مرة بعد 6 سنوات من الانقسام السياسي منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قال إن حكومة الوحدة الوطنية بتنال ثقة من مجلس النواب بأغلبية كبيرة، وكمان ده بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية. ومصر في الوقت ده وفي التحديد ده رحبت عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، وقال إن مصر بترحب بنيل الحكومة الموحدة الليبية لثقة الشعب الليبي في هذه الحكومة. خليني أسألك أستاذ جمال، يعني كانت مصر لها دور كبير في هذا الأمر وأهمية أن تكون الشقيقة ليبيا آمنة ومستقرة وحدود مصر آمنة. وطبعا تابعنا مرارا وتكرارا ما تحدثت عنه القيادة السياسية من مصر عن خط الجفرة وعن كل ما له علاقة بالدولة الليبية وعن أمن واستقرار الشعب الليبي وعيشه في أمان. خلينا أسألك يعني فحوى هذا الخبر وأهميته في الوقت الحالي اللي طبعا حاز على ثقة واعتراف من الدول الإقليمية والدول الكبرى. يمكن هنا بنتحدث عن ترحيب مصري بإنجازات المسار السياسي، وهذا المسار في الحقيقة مصر طوال الوقت كانت داعمة لهذا المسار بشكل كبير جدا، بل مشاركة فيه. يعني لا ننسى أن القاهرة أخرجت إعلان مهم جدا، يعني كان ايضا يعني اعلانا استشهاديا وخارطه طريق للمستقبل السياسي في ليبيا. ايضا القاهره انخرطت في كل المحافل التي راعت المسارات السياسيه، سواء كان مؤتمر برلين، مؤتمر باليرمو، كافه صراحه المؤتمرات والملتقيات التي تمت بالمسار السياسي. ايضا القاهره كانت حاضنه للاجتماعات الخاصه ب 5+5، وبالتالي مصر فاعل سياسي مهم جدا احتوى المسار السياسي ورعاه، وكان طوال الوقت يحاول دعم هذا المسار ودفعه قدما. وبالتالي هنا نتحدث عن ترحيب مصري بنتائج هذا المسار في الحقيقه المبشره، والتي يعني جاءت بعد ولاده عسيره، بعد فترات متازمه للغايه سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الامني في الداخل الليبي. نأمل أن تمر الحكومة الليبية الجديدة إلى الانتخابات في نهاية هذا العام بأمان، وأن تذهب ليبيا إلى الاستقرار وتبدأ مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة ومن ثم إعادة بناء الاقتصاد الليبي. وبالتالي هنا دعم مصر للتواصل لهذه المسارات السياسية، و ليس فقط ايضا الامر يتعلق بالسياسه، ولكن ايضا حتى على شق الاعمار ومساعده الاشقاء الليبيين في كافه المحافل. مصر حاضره في طول الوقت. لو عايز اسالك يا استاذ جمال عن في الفتره الجايه عن شكل الحكومه، عن الحقائب الوزاريه اللي فيها، عن التمثيل النسوي داخل هذه الحكومه، وشكل الحكومه بالخليط اللي موجود فيها في الوقت الحالي، انعكاس ده على التنميه. وطبعا الحكومه معروف انها هتشكل من تقريبا 35 وزير ووزيره، شكل التعاون هيكون ازاي في الفتره اللي جايه مع الحكومه الليبيه، والتعاون الثنائي ما بين الدولتين، الدوله المصريه والدوله الليبيه في المجالات المختلفه؟ الحكومة الليبية الفترة القادمة سوف تضع أمامها الأولويات الملحة، سواء على صعيد البناء السياسي وهو ما يتعلق بالاستعدادات للانتخابات القادمة، يعني إعداد قوائم المرشحين، إعداد بنية تحتية لقواعد الناخبين وإلى ذلك، أو على صعيد ترميم الآثار التي نتجت عن الإرهاب وعن الأعمال التي نتجت عن هذه الميليشيات المسلحة سواء في طرابلس أو في غيرها. وبالتالي هنا يعني أمور عاجلة سوف تكون على طاولة الحكومة الجديدة. ننتظر يعني أداء
يجب أن نحكم على الأداء قبل أن نحكم على الأسماء أو حتى يعني المظهر الشكلي للحكومة. علينا أن ننتظر حتى تبدي هذه الحكومة عملا حقيقيا على أرض الواقع حتى يمكننا الحكم على أدائها وعلى منجزاتها، لأن هذه الحكومة في الحقيقة أمامها عبء كبير جدا سواء على صعيد البناء السياسي أو على صعيد ترميم ما أحدثه الإرهاب والتطرف ويعني النزاعات المسلحة في الداخل الليبي. وبالتالي هنا يعني زي ما قلت أمور ملحة يعني على طاولة هذه الحكومة. بنأمل أن تمر في هذه الفترة الحرجة بأمان وبسلام وتمر الانتخابات القادمة في ديسمبر بشكل يرضي الليبيين ويحقق طموحات وأيضا يصون مقدرات الشعب الليبي. أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم وصديق البرنامج الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث في الشأن الدولي، تعليقا على تعزيز التعاون الاستراتيجي ما بين مصر وفرنسا وأيضا ترحيب مصر بثقة البرلمان في الحكومة الجديدة. شكرا جزيلا حضرتك أستاذ جمال. خلونا نروح لجريدة الجمهورية ونشوف أنه في المنظمات الدولية الاقتصادية وإشادتها المستمرة على مدار العام الماضي بقوة ومتانة الاقتصاد المصري والنظرة المستقبلية اللي بتحيط الاقتصاد المصري وتنبؤها ليه بمزيد من التقدم والازدهار، لأن الدولة المصرية قادرة ويعني تلبي سداد ديونها للمنظمات الدولية. ده اللي أكدته وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بالأمس، وقالت إن في تفوق لأداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، وثبتت كمان النظرة المستقبلية بي بلس للتصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند مستقرة. الوكالة كمان أوضحت في تقرير ليها بالأمس التقرير حديث أن تصنيف مصر لاقى دعم في سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة لجانب التحسن اللي طرأ على فرص الاستثمار في اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية. خلينا أقول كمان لحضراتكم أن الوكالة كمان بتسجل أن مصر للنمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% في نهاية السنة المالية في يونيو 2021، وأشارت لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي اللي مازال بيواصل صعوده، وصل ل 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي. كان صندوق النقد الدولي أشاد وقال أن في وقت سابق بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري اللي بدأ في عام 2016 أنه ده مكن مصر من مواجهة أثار جائحة كورونا. وكمان قالوا أن صندوق النقد بيرى أن برنامج الإصلاح الوطني اللي نفذته مصر من نوفمبر نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وأصبح هناك غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي. ده اللي اتكلمت عنه وكالة فيتش، ودي واحدة من كبرى الوكالات العالمية للتصنيفات المالية والتصنيفات الاقتصادية. ما زال طبعا في الفترة الأخيرة أنه الحفاظ على الاقتصاد المصري، وده كان سبب رئيسي أن الدولة المصرية قدرت تواجه جائحة كورونا بالشكل الحالي اللي احنا شايفينه، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة المواطنين، وأيضا في ده إشادات دولية كبيرة من منظمة الصحة العالمية أن مصر من الدول القليلة اللي بتتخذ كل الإجراءات الاحترازية اللي من شأنها تعزيز القدرة والحفاظ على صحة المواطنين، وده كمان عزز الثقة في الدولة المصرية. احنا هنروح لسكايب دلوقتي مع فنانة شابة لورا نادي، وخليونا نسألها عن بعض الأمور الفنية كده. ولورا دي فنانة بترسم لوحات بديعة طبعا على كف اليد. احنا طبعا بنكون في هذا الصباح مهتمين دايما بالحاجات الفنية وبالحاجات الجميلة، بالإضافة للموضوعات الرئيسية اللي بنتناقش فيها مع حضراتكم. صباح الخير يا أستاذة لورا. صباح النور، ازي حضرتك؟ ازاي، كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة. عايز أسألك عن حاجة صغيرة، إزاي اخترتي تقدري ترسمي على كف اليد الواحدة وبتحاولي تطلعي صور ويعني حاجات مبدعة وفيها نوع من الابتكار؟ وأنا بحب دايما أشوف حاجات مختلفة، يعني إن هو تكون حاجة مختلفة في نظر الناس. رسمت كتير على ورق وعلى لوحات قماش وعلى حياتي كله، فحبيت أجرب فكرة مختلفة. وأنا مش بحب كمان رسم بورتريه على الورق العادي، يعني بحس حاجة تقليدية. بس فحبيت اشوف فكره يعني مختلفه، يعني نظر الناس وتكون مبدعه شويه. فالاول جربت ارسم شخصيات كرتونيه على بقي، وبعدين جات لي فكره ان انا ارسم البورتريه برضو على بقي، بس كانت الفكره صعبه شويه. بس فبعدين قررت ان انا ارسمها على ايدي، يعني تكون اسهل من ان ارسم الشخصيه نفسها على بقي. طب الرسم على الايد بيكون مؤقت لفتره معينه، لانه زي الحنه مشابه ليها مثلا كده.
لا مش يعني الحين بتقعد وقت اطول، لكن رسم على الايد انا برسمه وبعدين اصوره وبعدين امسحه على طول، يعني بحتفظ بالصور بس كده هو اللي. اه طب ايه اهم الرسمات اللي بترسميها على كف الايد؟ لو انا دايما برسم اللي هو شخصيات مشهوره يوتيوبر او ممثلين عشان يعني توصل لناس اكتر، يعني عشان هم معروفين اكتر وكده. طيب في ممكن يبقى في نوع اخر من اللوحات اللي ممكن ترسميها على القماش او على ورق الحائط او على الزجاج، يعني في ابتكارات اخرى ولا هو الرسم على كف اليد فقط؟ انا عملت لوحات زيتيه برضو افكارها من مخي، يعني عملت لوحه عن الطموح عباره عن بنت بتلعب باليه واقفه قدام، وهي صغيره واقفه قدام مرايه بتشوف نفسها لما تقعد تدرب، وكل ما تطور من نفسها فهي بتشوف نفسها حاجه كبيره في المستقبل وكده. ويعني بشوف لوحات يعني يعني تكون بتعبر عن حاجات جوايا او حاجات عن المجتمع اللي حواليا وكده. كمان عرفت من زميلتنا رئيس التحرير انك بترسمي حوالين الفم، الرسومات دي احنا بنتابعها وبنشوفها في السينما العالمية، ازاي بتقدري تتمكني والوقت المستغرق قد ايه اللي ممكن حد يكون موجود وبتقومي بالرسم طبعا على الوجه فيه؟ هي الشخصيات الكرتونية على رؤية بتكون أسهل يعني من البورتريه، لأن الشخصيات الكرتونية بيكون فيها حاجات بسيطة مش زي تفاصيل الوش بتاع الإنسان. فيعني لما برسم شخصية كرتونية زي بارد وشوشني أو سبونج بوب يعني بمسك المراية قدامي كده وبقعد أرسم على بقي الشخصية اللي أنا عايزاها. فكرتي تقديم الرسومات دي انها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية ولا الرسومات دي بنزلت لسه في محليا في مصر فقط؟ هو انا مش عارفه اوصلها لحد، يعني في لوحه، يعني في لوحات انا بعملها انا في حد ذات عن موضوعات مهمه، بس مش بعرف اوصلها لمعارض حتى او اي حاجه، يعني مش عارفه معلومات عن المعارض او اي حاجه توصلني للحاجات دي. يعني ما سبقش ليك انك تخشي في معارض دولية او حتى معارض مصرية؟ لا خالص، شاركت في مهرجان بس كده من وانا في ثالثه اعدادي، وبعدين ما شاركتش في حاجه لا ما تاني. سمعتش الجملة الأخيرة، بتقولي ايه؟ شاركت في مهرجان فني في اه ثالثة إعدادي كان في الأقصر. في تالتة اعدادي. وأنا في ثالثة إعدادي، لكن حاليا ما أعرفش حاجة عن المعارض ولا مش معايا معلومات عنها خالص. بس انت لسه شكلك في تالتة اعدادي برضو على فكرة. طيب قولي لنا لورا، لو حابة تساهمي ب يعني او تشاركي باللوحات دي في معرض وحابة انك ترسمي حاجات على ممكن ورق ممكن قماش ممكن خشب ممكن معادن، ازاي تقدري يعني يكون عندك رصيد من اللوحات اللي بترسميها؟ لانه مش هيكون في معرض غير لما يكون في اعمال فنية حقيقية انت قمتي بيها. هو انا حاليا متوفر معايا لوحه زيت واحده عملتها جديده، لسه شغاله في لوحات تاني، عملت لوحه من كورونا بس لسه يعني ما عرفتهاش ونزلتها. طب الخامات اللي بتستخدميها تكلفتها قد ايه عليك؟ لا اللي هي الرسومات اللي على الايد، لا هي الوان مش عاديه بستخدمها عادي، يعني تكلفتها مش عاليه. لوحات الزيت يعني دي بحسب ما انا بستخدم في الكلية برضو، يعني بشتريها من مصروفي يعني واشتغل بيها على خشب او على حاجات متوفرة. يعني طيب قولي لي بقى خططك للمستقبل ايه ان شاء الله؟ نفسي حاجات كتيرة، يعني اول حاجة ان الصفحات بتاعتي الانستجرام او يعني الصفحات اللي السوشيال ميديا تكبر عشان توصل الشغل يوصل لناس كتيرة. طيب كويس. طيب ونبدأ نفسي بعدين يعني بخطط ان انا افتح جاليري كبير يكون فيه عرض فيه لوحاتي وحاجات فنيه، واعمل مكان زي كورس يعني ادي الاطفال الصغيره كورسات للتعليم الرسم او مكان للمواهب عامه، يعني مكان رسم او موسيقى او اي حاجه عشان انا وانا تتعلم اللغه بكلمك اللي يا لورا موجوده. دلوقتي زميلنا الاستاذ المخرج بيعرض لينا مجموعه من الصور الجميله جدا اللي طبعا انا اتفاجئت بيها وبجمالها وبالجوده بتاعتها كمان على الهواء مباشره دلوقتي. في خدعة سينمائية كنت عاملاها برضو قبل كده، في اشتغلت ايه؟ فيها فترة، خدعة سينمائية. خدع سينمائيه. تمام حلو قوي. كنت بعمل عجين بنفسي بالدم وبشكل العجينة وأحط عليها الدم كده، فبيديني شكل إن مثلا حد مقتول حد مجروح كده. ايه المشروعات المستقبلية تاني عندك يا لورا في الفترة اللي جاية؟
انا شايف صوره دلوقتي اهو، ده دي صورتك انت، يعني رسمه صورتك على الفم مباشره، صح كده؟ ليه عموم ولا ايه؟ علينا على الهوا دلوقتي. هو انا مش شايفاها، فانا طيب رسمت نفسي على المبنى طيب قبل لكن كده. نكمل عن خطتك المستقبليه، غير انك الصفحات بتاعتك على وسائل التواصل الاجتماعي عايزاها تكون كبيره، وانك حابه ترسمي ويكون عندك لوحات كتيره طبعا وتشاركي بيها في معارض سواء في مصر او في خارج مصر، ايه كمان في خطتك المستقبليه بتفكري فيها في الفتره اللي جايه؟ مستنيه لما اتخرج يعني شويه تكون فاضيه شويه، افتح اللي هو الجاليري او المكان يعني تعليم الرسم او تنميه المواهب عامه، لان المواهب بتبقى مهمله شويه. فانا نفسي في مكان يساعد الاطفال او يساعد اي حد ان هو ينمي موهبته ويطورها ويعني يهتم بموهبته. طيب جميل جدا جدا. انا هل فكرتي بقى في دراسات اخرى؟ انت اتخرجتي من الجامعه ولا لسه؟ لا انا لسه اولى تخصص يعني اولى تصوير طيب جميل جدا. كلية فنون. فكرتي انك بعد ما تخلصي الجامعه مباشره يبقى عندك دراسات، ولا حابه انك تخوضي مجال العمل الاول وبعدين تفكري في دراسات اخرى؟ وانا السنه اللي فاتت في اعدادي انا دلوقتي الاولى على الدفعه، يعني برضه مستواي دلوقتي كويس، ما شاء الله ما فنفسي شاء الله. بعدين اكمل في الكليه وابقى يعني اتعين فيها لاني بحبها خالص كده. لا انا فخور بيكي جدا يا لورا، ومبسوط بيكي جدا وبحواري معاكي، وبتمنى طبعا انك تحققي كل احلامك الجميله، وكل الشباب والبنات اللي عندهم احلام جميله واحلام مشروعه زيكم ان هم يحققوا كل احلامهم وكل طموحاتهم في مصر اولا ثم في خارج مصر في من يرغب. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتيني على الوقت الجميل ده وعلى الرسومات الحلوه والجميله اللي انا استمتعت بمشاهدتها طبعا مشاهدين الكرام. شكرا. احنا كده بنكون وصلنا في نهاية الجزء ده، وخلونا نروح لموجز الأهم وآخر الأخبار، ونرجع نكمل حواراتنا ما زالت مستمرة بعد الموجز مع زميلي محمد عبد الله.